Please welcome Sydney Uni Handball Club. Please welcome Germany Kiel. For Sydney, their team captain, number 22, Thomas Slarski. Number 2, Ahmed Delon Bogard. Number 4, Nils Ham. Number 5, Ricardo Gregario. Number 7, Patrick Bizes. Number 8, Isaac Wallin. Number 11, Ali Mezade. Number 13, Matthias Nobel. Number 15, Pavel Vritaski. Number 16, Tomas Slavkowski. Number 17, Oleksiy Andrusenko. Number 18, Kevin Loreo. Number 21, Thomas Gerich. Number 23, Ogi. Number 24, Cesar Castro. And number 27, Philippe Oliveira. Official A is Michael Roth. Official B, Lionel Pujardi. Official C is Thomas. And official D is Pascal Winkler. The team captain for Kiel, number 4, Damanji Zhuvrakjak. Number 1, Nicholas Landon. Number 6, Harold Ranking. Number 7, Magnus Landon. Number 11, Giselle Chris Johnson. Number 13, Stefan Weinhold. Number 17, Patrick Vincek. Number 18, Niklas Ekberg. Number 21, Dario Krintest. Number 22, Ole Ramel. Number 23, Rune Damki. Number 24, Mihad Zarrabe. Number 28, Pavel Horak. Number 53, Mikola Bilic. Number 61, Hendrik Pikele. Number 65, Lucas Nielsen. Official A, Victor Skliglagi. Official B, Philip Jika. Official C, Christian Sprenger. And official D, Mike Bote. Referees for the match from Portugal, Fonseca Ricardo,
and Duarte Santos. The IHF technical official is Josip Pazavic from Croatia. And from France, Francois Garcia. IHF official for today's match is from Austria, Gerhard Reisinger. IHF representative, Franciszek Szabowski from Czech Republic. مستوى هذه البطولة لم يحصل أبدا على الإطلاق سيدني الأسترالي على أي مركز متقدم بينما كيل الألماني حصل على لقب وحيد في عام 2011 ووصل إلى المباراة النهائية في عام 2012 وهي المرة الثالثة التي يشارك فيها كيل الألماني على الورق وحسب النتائج وحسب المعطيات فكيل الألماني مرشح ل الفوز بنقاط هذه المباراة ثم الوصول إلى دور الربع نهائي بينما المفاجآت ربما تحصل من الفريق سيدني الأسترالي وبالتأكيد هي الفرق تلعب بحاضرها وليس بتاريخها الماضي نتمنى المتعة إن شاء الله أن تكون حاضرة في هذا اللقاء كيل الألماني باللون الأسود وسيدني الأسترالي باللون الأصفر والأزرق إذن على بركة الله هي البداية باك يمين في كيل الألماني ستيفن كريستين وتبادل التحية بين الفريقين وصانع اللعب رقم 24 ميها زاربك وتناقل الكرات وبداية بالتأكيد هناك لقاء وحيد جمع سيدني الأسترالي وكيل الألماني في عام 2012 في وقتها انتهى اللقاء لصالح كيل الألماني بنتيجة ثقيلة تماما قرابة 40 مقابل 13 إذن بداية والهدف الأول الهدف الأول من اللاعب ستيفن الباك الأيمن كرة لسيدني ومحاولة الدخول طاقم تحكيمي في هذا اللقاء طاقم التحكيم في هذا اللقاء ريكاردو وسانتو من البرتغال إذن كرة أولى لمصلحة كيل الألماني وهدف أول بينما الكرة تصب لمصلحة سيدني الأسترالي في هذه اللحظات سبعة الباك الشمال في سيدني باتريك ومحاولة مع اللاعب رقم 22 توماس الجناح الأيمن باتريك وتوماس ومحاولة تبديل مراكز مع صانع اللعب باول كوشكي دخول يا سلام اختراق رائع اختراق رائع وهدف التعديل يأتي هدف لهدف في أولى دقائق المباراة دقيقة وخمسة وأيضا دخول من اللاعب رقم 65 اللي هو أوليفر إذن أوليفر والهدف الثاني محاولة أيضا والتصدي موجود والتصدي موجود من الحارس الألماني كيل الألماني داري كويني كرة لمصلحة كيل سلسلة يا سلام يا سلام يا سلام كرة رائعة كرة رائعة محاولة اللعب من صانع اللعب صانع اللعب ستيفن كريستين هذه الإعادة شوف ستيفن كريستين ولاعب الدائرة بالتأكيد هو مايكيول بليك إذن هدف ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد ودقيقتين وستة وعشرين ثانية بداية قوية لمصلحة كيل الألماني
وصلت من جديد لمصلحة كيل ألماني. فاست بريك سريع، يا سلام، نقلات جميلة، نقلات جميلة، والهدف يأتي، والهدف يأتي من أولي رحمل. رولي رحمل، أولي رحمل. إذن أربعة أهداف. شوف هذا الفاست بريك السريع، وهنا أولي، أولي، والهدف الرابع. إذن أربعة أهداف في أقل من ثلاث دقائق، يعتبر نتيجة يعني إصرار وعزيمة. بالتالي كيل الألماني يحاول أن يكسب هذا اللقاء بأقل مجهود بالتأكيد. صانع اللعب 15 سيدني، وتبديل مراكز مع باتريك. يا سلام اختراق، يا سلام، ولكن القائم مرتدة بشكل سريع. فاست بريك، يا سلام، يا سلام، يا سلام. دامكي، إذن 23 روني دامكي، والهدف الخامس. بداية قوية، شوف شوف الفاست بريك السريع وسهولة، سهولة التعامل هنا. البداية قوية من كيل الألماني وسهولة التعامل من خلال الدفاعات ومن خلال اللعب على الفاست بريك، وبالتالي واضح التفوق من بداية هذا اللقاء لكيل الألماني. أربع خطوات ولكن تأنى فيها الحكم، لم تأتي الصافرة، وصلت إلى الجناح، والتصدي موجود، التصدي موجود من الحارس المتألق داريو كويني إلى رمية جانبية. شوف هذه الإعادة والدخول من 22 توماس سكلارسكي. سبعة باتريك بني، لم نلقى الخطورة حتى الآن. في صعوبة، في صعوبة من هجوم سيدني، ولكن الدفاع كيل هو من يغلق ومن يصعب الأمور. تسديدة رائعة، تسديدة رائعة من اللاعب رقم سبعة باتريك. إذن باتريك يأتي بالهدف الثاني. سلسلة لكيل الألماني، والتعامل مع الدائرة موجود. يا سلام، والتألق موجود، والتألق موجود من توماس سيلكوكي حارس سيدني الأسترالي، ولكن رمية سبعة أمتار موجودة. شوف السحب واضح، شوف السحب واضح، واضح، واضح تماما. وأيضا الدفاع من داخل الست أمتار، وبالتالي رمية سبعة أمتار مستحقة لمصلحة كيل الألماني. أولي الرحمل وخارج الملعب، لم يوفق، لم يوفق أولي، وبالتالي تصب، تعود الكرة لمصلحة سيدني الأسترالي. إذن خمسة مقابل اثنين، تتكلم عن وقت قصير أو وقت مضى من هذا اللقاء، تتكلم عن ست دقائق ونص، فيها خمس أهداف لكيل وفيها هدفين لمصلحة سيدني الأسترالي. صانع اللعب 15 باول كوشكي، تبديل مراكز وخطأ وصافرة. لاعب الدائرة رقم 13 اللي هو باتياس بوبل، و15 صانع اللعب باول كوشكي. محاولة تبديل مراكز على مستوى الجناح، تمريرة، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام عليك. 24 24 وهدف رائع من خلال جناح كاسترو سيبار، كاسترو سيسار. محاولة مرة أخرى من كيل ألماني، تقليص الفارق موجود لمصلحة سيدني الأسترالي. دخول اللاعب رقم 24 كيل الألماني اللي هو ميها زاربك. 3-3 الهجوم، الدفاع ما زال 6-0 لسيدني. محاولة اللعب على مستوى الجناح، بهدوء يلعب كيل الألماني، يلعب بهدوء. خمسة مقابل ثلاثة، والتعامل دائما هو موجود، ولكن حارس المرمى يتألق. توماس مرتدة بشكل سريع، فاست بريك، دخول، يا سلام، يا سلام. كرة بهذا الشكل ضاعت على اللاعب رقم 24 كاسترو سيسار. كاسترو سيسار يضيع هدف تقليص الفارق إلى هدف واحد، والتسديدة موجودة. يا سلام، كرة رائعة من 65، برافو أوليفر، 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 يا سلام. شوف تسديدة ولا أحلى من العشر أمتار، شوف في المقص تماما، وبالتالي الهدف السادس يأتي لمصلحة كيل الألماني. ستة مقابل ثلاثة، فارق الثلاث أهداف موجود. سيدني يحاول
بينما كيل الألماني يحاول أن يكسب هذا اللقاء بأقل جهد مطلوب، لأن الفائز من هذا اللقاء سوف يلاقي في دور الربع النهائي نادي الزمالك المصري. والتسديدة موجودة، والتسديدة موجودة من لاعب رقم 7 باتريك بيزس، مرتدة أيضا وتألق، برافو، وتألق من اللاعب رقم من حارس المرمى توماس سيكوسكي، برافو. إذن 6-4، سيدني يحاول وكيل يحاول أيضا أن يوسع الفارق، ولكن بدأ سيدني يصحصح شوية، بدأ سيدني الأسترالي يصحصح شوية، وبالتالي فارق الهدفين موجود. سيدني يحاول أن لا يتسع الفارق، وبالتالي حظوظه تكون موجودة في المباراة. من يخسر هذا اللقاء راح يلعب على المراكز من 5 إلى 10، بينما من يكسب سوف يدخل في ترتيب الثمان فرق الربع النهائي، وبالتالي مكسب. يا سلام يا سلام يا سلام. إذن 11 علي مهدي زادة، علي مهدي زادة اللاعب الإيراني اللي يلعب في صفوف سيدني الأسترالي. تبديل مراكز، كيل الألماني ودخول اللاعب رقم 28، والتسديدة موجودة بكل هدوء، بكل هدوء من اللاعب رقم 13 ستيفن كريستين، ستيفن كريستين، والهدف السابع لمصلحة كيل الألماني. فارق الهدفين موجود، لا خطورة تذكر، يعني الفرص موجودة لسيدني الأسترالي بأن يعود، ولكن هناك يحتاج إلى سلسلة، يحتاج إلى ضغط مستمر، ولكن دفاعات كيل الألماني في منطقة النصف مقفلة تماما من خلال اللاعب أيضا رقم 28 اللي هو بافل هوراك. محاولة، التسديدة موجودة، والتصدي الرائع موجود أيضا من حارس المرمى داريو كوينستيد. يحصل على رمية 7 أمتار ودقيقتين إيقاف على اللاعب رقم 28 بافل هوراك. 7 على التسديد، باتريك بيزس، باتريك داخل الشباك يقلص الفارق ولا تصدي، راح نشوف تمويها أولى. يا سلام عليك يا سلام عليك، يتصدى بشكل رائع داريو كوينسكي، داريو يتس، شوف 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 التمويها، شوف التصدي الرائع من داريو حارس كيل الألماني، برافو. إذن فرصة التقليص لهدف وحيد تضيع مرة أخرى على سيدني الأسترالي. فارق الهدفين موجود، طريقة دفاعية يلعب فيها سيدني الأسترالي. 6-0، كيل الألماني لم يسدد من الخارج سوى تسديدة وحيدة. محاولة أيضا، سلسلة، يا سلام، دائما 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 التعامل على مستوى لاعب الست أمتار، لاعب الدائرة، وبالتالي حارس المرمى دائما هو من يتصدى لكرات لاعب الدائرة توماس سيلكوكي. شوف شوف هذه كرة اللاعب رقم 61 هندريك بيكسلر. 7، باتريك يحاول على مستوى الجناح والدخول الرائع ممكن، يا سلام عليك يا سلام، باتريك بيز، باتريك بيزس. إذن يعود للمباراة ويقلص الفارق إلى هدف وحيد، 7-6 من خلال الجناح. إذن جناح متألق، جناح متألق، وبالتالي 7-6 أهداف. هل تظل أو يظل سيدني الأسترالي بهذا الفارق ويقلص الفارق وربما يتعادل؟ كل شيء وارد. كيل الألماني والتسديدة من بعيد، يا سلام يا سلام. 65 أوليفر نيلسون أوليفر، والهدف الثامن. شوف الارتقاء العالي من خلال 9 أمتار وكرة قوية بالتأكيد لا يلام فيها حارس المرمى. أيضا مقابل، أيضا بالمقابل علي مهدي زادة، علي مهدي زادة. إذن اللاعب رقم 11 علي مهدي زادة، وهدف السابع لمصلحة سيدني الأسترالي. فارق الهدف موجود، سيدني يحاول، بينما كيل أيضا يحاول توسيع الفارق. الجناح لكيل، الجناح الأيمن لكيل الألماني لم يسدد ولا تسديد على الإطلاق، بينما الجناح الآخر يحاول في تسديدة وحيدة. هو الآن يحاول من خلال الباك رقم 13
بعيدة والتصدي موجود. برافو بشكل رائع. وصلت مرة أخرى ومتابعة. يا سلام يا سلام يا سلام. إذن اللاعب رقم 23 من كيل الألماني روني دامكي، تألق حقيقة من الحارس أيضا توماس، ولكن لا متابعة، وبالتالي يعود الفارق إلى فارق الهدفين لمصلحة كيل الألماني. دفاع متقدم الآن لكيل الألماني من خلال تقدم هندريك، وأيضا اللاعب رقم 13 ستيفن كريستين. محاولة الاختراق موجودة، يحصل على خطأ رمية حرة. ريكاردو وسانتو، طاقم تحكيمي برتغالي يقود هذا اللقاء. محاولة من صانع اللعب 15 باول كوشكي، أيضا محاولة تعامل على مستوى الدائرة ونجح. يحصل عليها رقم 13 رقم 13 ماتياس نوب ماتياس بوبل. شوف رغم أن فيها سحب، يعني حتى ولو لم تأتي داخل الشباك راح يصفر فيها رمية 7 أمتار. وشفنا ردة فعل مدرب الفريق الأسترالي مايكل روث. رقم 13 أيضا ستيفن كريستين أيضا ونجاح واختراق. إذن كيل الألماني يلعب بشكل مريح، 10 مقابل 8 في 13 دقيقة أو 11 دقيقة. نتيجة أمامك متابعينا عبر القنوات الفضائية أينما كنتم في الوطن العربي الكبير. نسعد وإياكم بمتابعة شيقة إن شاء الله، ومتابعة لمجريات بطولة السوبر جروب رقم 13 التي تحتضنها المملكة العربية السعودية وبالتحديد من مدينة الدمام خلال الفترة من 27 إلى 31 من أغسطس. إذن هدف أسترالي وهدف أيضا لكيل الألماني. وقت مستقطع يطلب من خلال مدرب الفريق سيدني الأسترالي اللي هو مايكل روث. إذن الفرق المشاركة في هذه البطولة: برشلونة الإسباني بطل النسخة الماضية، الوحدة السعودية فريق البلد المستضيف، وفرادار المقدوني بطل قارة أوروبا، الدحيل القطري بطل قارة آسيا، الزمالك المصري بطل قارة أفريقيا، توباتي البرازيلي بطل أندية أمريكا الجنوبية والوسطى، نيويورك سيتي بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي، جامعة سيدني الأسترالي بطل أندية أوقيانوسيا، مظهر السعودي مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكيل الألماني أيضا مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد. هناك ثلاث فرق مرشحة لنيل لقب هذه البطولة، من ضمنها كيل الألماني وبرشلونة الإسباني وفلادار المقدوني بطل أوروبا. هناك اليوم لقاءين، هذا اللقاء جامعة سيدني وكيل الألماني، وبعده في الساعة 8 أيضا سيلتقي مظهر السعودي ونيويورك سيتي الأمريكي. كل الأماني بأن يوفق مظهر السعودي مثل المملكة أيضا في أن يعمل شيء في لقاء القادم ليصل إلى دور الربع النهائي. راح نستعرض أيضا أبطال المسابقات أو السنوات الماضية في تاريخ هذه البطولة. كانتابيريا سانتاندير إسبانيا حصل على لقب 97، عام 2002 السد القطري، عام 2007 ريال سويداد إسبانيا، عام 2010 ريال سويداد أيضا إسبانيا، 2011 كيل الألماني، 2012 ريال سويداد، و2013 برشلونة الإسباني، 2014 برشلونة أيضا، 2015 فوكس برلين ألمانيا، 2016 فوكس برلين ألمانيا،
2017 برشلونة وأيضا 2018 برشلونة، وبالتأكيد برشلونة يحاول أن يحصل على لقب هذه النسخة رقم 13 ليكون هو أول فريق يحصل على لقب ثلاثة ألقاب متتالية من خلال هذه النسخة. سلسلة لفريق كيل الألماني وتسديدة رائعة وتمويه رائع من ستيفن كريستين، والهدف رقم 12 حاول مدرب مايكل روث مدرب فريق الاسترالي معالجة الأمور، ولكن راح نشوف إذا ما كان الأمور سوف تعالج في الشق الهجومي أيضا مع الوقت المتبقي. تكلم عن 14 دقيقة متبقية، فارق الثلاث أهداف موجود. 15 يحاول التمويه والتسديدة موجودة، وعلي مهدي زادة وهناك خطأ لم تحتسب. عادت من جديد لمصلحة كيل، بهدوء يلعب دائما، هو كيل يلعب بهدوء. شوف الأهداف كيف تأتي. إذن اللاعب رقم 28 بافل هوراك، وهدف رقم 13 وسع هوراك بافل، والهدف رقم 14 ليوسع الفارق إلى 4 أهداف. مشهور بالدق، وبالتالي هو ما يميز فريق كيل الألماني. فيليب جيشي أيضا مدرب الفريق الألماني، أول موسم يدرب لهذا الفريق، يحاول أن يصل به إلى المباراة النهائية ومن ثم الحصول على لقب هذه النسخة، النسخة رقم 13. سيدني شارك 8 نسخ من عام 2012 حتى 2018، وهذه النسخة رقم 8. تسديدة من اللاعب رقم 11 علي مهدي زادة، غلطت المرمى أيضا. تمويهة جميلة وتقاطعات جميلة من كيل الألماني، سلسلة ودائما هي الدائرة موجودة، دائما هي لاعب الدائرة مصدر قلق ومصدر خطوطة. باتريك لاعب الدائرة هو مصدر قلق. شوف كيفية التعامل على مستوى الدائرة واختراق. يحتاج سيدني الأسترالي معالجة التعامل على مستوى الدائرة، دفاع مختلف تماما. عادت من جديد لمصلحة كيل الألماني، تقاطعات جميلة دائما تبدأ من صانع اللعب رقم 13 ستيفن كريستين، وبالتالي هو ما يميز كيل في الدقائق اللي مضت. تكلم عن 19 دقيقة مضت، صانع اللعب هو ما يميز فريق كيل الألماني، سواء كان جيسلي تارغر ولا اللاعب رقم 18 ستيفن كريستين. ستيفن كريستين تبديل، يلعب الآن في الباك، والتسديدة قوية، والتسديدة القوية دائما تأتي من أوليفر نيلسون أليفر، أيضا من خلال الجناح، والتصدي موجود، والتصدي الرائع أيضا من خلال داريو كويني. كرت أصفر على اللاعب رقم 23، ربما فيها 7 أمتار. 23 والكرت الأصفر موجود، رمية 7 أمتار مستحقة لمصلحة سيدني، رمية 7 أمتار. ماتيتش، ماتيتش يجب أن تسدد بشكل أفضل، وتصدي رائع، تصدي رائع من حارس المرمى. عادت من جديد لمصلحة سيدني، ربما في الدقائق الماضية الكرة تلعب لمصلحة سيدني ليقلص الفارق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، السلسلة موجودة الرائعة، والاختراق موجود من خلال هامنيلز. أيضا الدائرة، لا حلول لهذا اللاعب رقم 17 باتريك وينسك، ودائما هو اللاعب رقم 13 ستيفن كريستين هو من يمول. شوف الدهشة، ردة فعل مدرب سيدني مايكل روث غير راضي تماما، عليه أن يعالج الأمور،
عليه أن يعالج الأمور. 9 الفارق 16 مقابل 10، 6 أهداف فارق كفيلة بأن تنهي المباراة لمصلحة سيدني، لمصلحة كيل عفوا. سيدني يحاول، حاولت الاختراق والتسديدة والتصدي موجود. 15 باول كوشكي صانع اللعب لسيدني الأسترالي، يحاول سيدني ولكن واضح أنه عاجز من اختراقات الدفاع كيل الألماني، يحتاج أن يتعامل على مستوى الجناحين. تسديدة من بعيد وحائط صد موجود أيضا، محاولة من 5 والتسديدة موجودة، والتسديدة إفريغاريو وبالتالي الهدف رقم 11، يعني 11 هدف في شوط تعتبر إنجاز لمصلحة سيدني. إذن يعود من جديد بافل هوراك، وهي التسديدة أو التمريرة من صانع اللعب ستيفن كريستين. إذن ستيفن كريستين هو دور صانع اللعب اللي يلعب بشكل مريح ويتعامل على مستوى الدائرة ويتعامل على مستوى الباكين، وبالتالي هو من يريح الباكين في التسديدات الخارجية والاختراقات أيضا. سيدني يعاني من فارق 6 أهداف، وربما يتسع الفارق إلى الكثير من الأهداف إذا ما استمرت دفاعات سيدني الأسترالي بهذه الطريقة. تسديدة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام منك يا باول كوشكي. باول وتسديدة أرضية رائعة كانت، شوفها من خلال إعادة ومن بين رجلين اللاعب رقم 13 ستيفن كريستين، وبالتالي الهدف رقم 12. إذن سيدني يحاول تقليص الفارق أمام 8 دقائق متبقية عن نهاية الشوط الأول. فارق 5 أهداف موجود، هل يقلص الفارق سيدني الأسترالي؟ مطلوب منه أن يقلص الفارق، وقلنا المباراة الوحيدة اللي جمعت سيدني الأسترالي بكيل الألماني هي كانت في عام 2012، وقتها انتهى اللقاء لصالح كيل الألماني بنتيجة 40 مقابل 13. على مستوى الجناح والقائم يلعب لمصلحة كيل الألماني، مرتدة بشكل سريع، فاست بريك، يا سلام يا سلام، مريح 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 تماما، يعرف كيف يتعامل كيل الألماني. وبالتالي روني دامكي وأيضا 24، ومن خلال هدف سريع لمصلحة سيدني الأسترالي، وبالتالي كاسترو سيسار هدف رقم 13. فارق 5 أهداف موجود، على مستوى الجناح أيضا تسديدة، يا سلام يا سلام يا سلام، حلوة 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 حلوة. 23 روني دامكي، والهدف من خلال الجناح. قلنا أن الجناح اليسار هو من يلعب بشكل مريح، ولكن الجناح اليمين لفريق كيل الألماني لم يسدد أي تسديدة بعد مرور 24 دقيقة مضت. 7 من سيدني، باتريك الباك، و27 على مستوى الدائرة، محاولة من 15 باول كوشكي الجناح أيضا، والتسديدة وأيضا القائم يلعب مع كيل الألماني بشكل سريع، أيضا الجناح وأيضا القائم، أيضا القائم يلعب مرة أخرى لمصلحة سيدني الأسترالي بشكل سريع، فاست بريك، ولكن العودة السريعة هي موجودة من خلال مايكولا بيلك، وبالتالي لم يستطع سيدني الأسترالي من تقليص الفارق. 16 مقابل 13، 24 دقيقة مضت و6 دقائق متبقية مع فارق 6 أهداف، تعتبر نتيجة جيدة لسيدني الأسترالي إذا ما حاول أن يحافظ عليها في الشوط الثاني. 5 دقائق متبقية، سيدني يحاول من خلال سلسلة من خلال التعامل مع الجناحين، الجناح الآخر 15 باول كوشكي، كرات فردية، 4 يحاول هام نيلز، يحصل على خطأ، الحكم رافع إيده، راح يصفر سلبي. أيضا فيها دفعة من اللاعب رقم 13 ستيفن كريستين، تسديدة قوية، يا سلام يا سلام يا سلام، حلوة. إذن سيدني أيضا
يعود من جديد سيدني، محاولة والتسديد. يا سلام يا سلام. إذن رقم 4 هاملز والهدف رقم 15. عودنا من جديد لفارق الأربعة. شوف كيف قطع الكرة بذكاء تماما، وفاست بريك ولا عودة لكيل الألماني، وبالتالي هدف رقم 15 19 مقابل 15. فارق الأربع أهداف موجود مع هدوء لكيل الألماني بعد أن وسع الفارق إلى 7 أهداف. عاد سيدني الأسترالي ليعود بالفارق إلى فارق 4 أهداف. هنا الدهشة، هنا الدهشة لفيليب جيشي مدرب كيل الألماني، أول سنة يقود أو يلعب أو يتواجد مع فريق كيل الألماني. 4 خطوات صح محتسبة، نزول بالكرة قبل لدريبل، وبالتالي عادت من جديد لمصلحة سيدني. سيدني لا يلعب على الفاست بريك، وبالتالي ضاعت أيضا، وصلت إلى كيل الألماني يحاول فيها أن يلعب بشكل سريع. مرتدة وعودة بشكل سريع، والتسديدة موجودة، والتسديدة موجودة. إذن من اللعب 53 بلك، شوف بلك، وبالتالي الهدف رقم 20. كان بإمكان سيدني الأسترالي أن يتعامل مع الكرة الماضية بشكل أفضل، ولكن ضاعت على سيدني الأسترالي حاملي ألقاب هذه البطولة. برشلونة الإسباني 4 ألقاب عام 2013 2014 2017 2018. ريال سويداد الإسباني 3 ألقاب عام 2007 2010 و2012. وفوكسا برلين لقبين 2015 و2016، بينما السد القطري لقب وحيد عام 2002، وكانتابريا وسانتاندير الإسباني أيضا لقب واحد في أولى نسخ هذه البطولة عام 97. عاد كيل الألماني بفارق 6 أهداف 21 مقابل 15، مع تقريبا 3 دقائق متبقية. عزيزي المشاهد ومتابعنا عبر النقل المباشر الذي يصل إلى الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، نسعد وإياكم بنقل أحداث البطولة رقم 13 من السوبر جلوب. إذن صانع اللعب رقم 8 في سيدني، محاولة تبديل مراكز إيساك، شوف إيساك يحاول الاختراق، و15 أيضا التسديدة يحصل على خطأ. باول كوشكي يحصل على خطأ ورمية حرة، أقل من 3 دقائق متبقية عزيز المشاهد، و الفارق موجود 6 أهداف. ربما يقلص سيدني الأسترالي وربما يوسع كيل الألماني ليلعب الشوط الثاني بشكل مريح. هو يؤدي بشكل مريح وبأقل جهد بالتأكيد. سلسلة ومحاولة تبديل مراكز مروحة بشكل رائع، والتصدي موجود، ولكن رمية 7 أمتار موجودة، رمية 7 أمتار موجودة. داري كويني الحارس المتألق لكيل الألماني، وهنا واضح، واضح السحب، واضح السحب تماما، وبالتالي 22 من سيدني هو من يتصدى لرمية 7 أمتار. توماس سكلارسكي داخل الشباك، إذن الهدف رقم 16 توماس، والهدف رقم 16. 5 أهداف فارق، سلسلة جميلة على مستوى الدائرة أيضا، وإقفال الدفاع تماما، محاولة إقفال الدفاع على اللاعب رقم 17 اللي هو باتريك اللي عامل مصدر قلق على مستوى 6 أمتار. هنا فيليب جيشي طبعا هو واثق من أن فريقه راح ينهي المباراة لصالحه، وبالتالي هو هدوء تماما. 21-16 مسح أرضية الملعب عن البلل للمحافظة على اللاعبين من الإصابة. هذه الإعادة، رمية 7 أمتار لسيدني، كرة لمصلحة كيل الألماني، صانع اللعب جيسلي، والتسديدة موجودة، والتسديدة من ستيفن كريستين، وبالتالي أيضا يعود من جديد سيدني. سيدني ما يميز سيدني بأن
يلعب سنتر بشكل سريع عندما يدخل مرمى هدف، وبالتالي كيل يتأخر في العودة من جديد، وبالتالي على مستوى الدائرة أيضا. يا سلام يا سلام، فنان هذا اللاعب ستيفن كريستين. ستيفن كريستين يعرف كيف يتعامل على مستوى السبع أمتار أو على مستوى الدائرة مع اللاعب رقم 17 باتريك وينسكيك، وبالتالي الهدف رقم 23. 23 مقابل 17، 40 ثانية ربما متبقية. تبديل الكرة من خلال الحكم البرتغالي، ربما فيها بلل، وبالتالي 23-17 ربما ينتهي من خلالها الشوط الأول. إذن ثواني متبقية، 40 ثانية. سيدني هل يحاول أن يأتي بهدف لتقليص الفارق، ولا كيل يحافظ على فارق الست أهداف في الوقت المتبقي؟ سيدني راح يلعب على إضاعة الوقت نوعا ما في آخر، ربما قطعت بشكل رائع. يا سلام، وعادت بشكل جديد، والتسديدة موجود والتصدي موجود. برافو برافو توماس. إذن توماس يتألق في حراسة المرمى، عادت من جديد إلى سيدني، سلسلة رائعة وصلت إلى الجناح. يا سلام يا سلام. إذن اللاعب رقم 24 من سيدني يحاول ويأتي بالهدف رقم 18، وبالتالي هو اللاعب كاسرو سيسار. إذن كاسرو سيسار الهدف رقم 18، ومن خلالها ينتهي الشوط الأول. إذن أعزائي المشاهدين، شوط أول ينتهي لمصلحة كيل الألماني 23-18. أتحول الآن إلى الزملاء في الاستوديو التحليلي، غانم العريني والزملاء هاني هلال وهاشم الشرفاء. إليك الكلمة زميلي غانم.